العصفوران الصغيران، قصة بقلم طارق البكري. هز العصفور الصغير ذنبه قائلا: مللت الانتقال من مكان إلى آخر، يئست من العثور على مستقر دافئ، ما أن نعتاد على مسكن وديار حتى يدهمنا البرد والشتاء، فنضطر للرحيل مرة جديدة بحثا عن مقر جديد وبيت جديد. ضحك العصفور الآخر، قال: ما أكثر ما تشكو منه وتتذمر، نحن هكذا معشر الطيور، خلقنا للارتحال الدائم، كل أوطاننا مؤقتة. قال الأول: أريد أن أحلم بوطن وهوية، ولكم وددت أن يكون لي منزل دائم وعنوان لا يتغير. تأمل هذه الشجرة التي نقف عليها، أعتقد أن عمرها أكثر من 100 عام، جذورها راسخة كأنها جزء من المكان، لو نقلت من مكان إلى آخر قد تموت قهرا على الفور لأنها عشقت أرضها. قال العصفور الثاني: أتقارن العصفور بالشجرة؟ أنت تعرف أن لكل مخلوق من مخلوقات الله طبيعة خاصة تميزه عن غيره، هل تريد تغيير قوانين الحياة والكون؟ نحن معشر الطيور منذ أن خلقنا الله نطير ونتنقل عبر الغابات والبحار والجبال والوديان والأنهار، عمرنا ما عرفنا القيود إلا إذا حبسنا الإنسان في قفص. وطننا هذا الفضاء الكبير، الكون كله لنا، الكون لنا خفقة جناح. فرد الأول: أفهم، أو تظنني صغيرا إلى هذا الحد؟ لكنني أريد هوية، عنوانا، وطنا، أريدك أن تفهم. تلفت العصفور الثاني فرأى سحابة سوداء تقترب بسرعة نحوهما، فصاح محذرا: هيا ننطلق قبل أن تدركنا العواصف والأمطار. قال الأول: ما رأيك لو نستقر في هذه الشجرة؟ تبدو قوية صلبة، لا تتزعزع أمام العواصف. رد الثاني بحزم: يكفي أحلاما لا معنى لها، سوف أنطلق وأتركك. ثم تشاجر العصفوران، شعرت الشجرة بالضيق منهما، هزت الشجرة أغصانها بقوة فهدرت مثل العاصفة، فخاف العصفوران خوفا شديدا، بسط كل منهما جناحيه وانطلقا مثل السهم مذعورين ليلحقا بسربهما.